دانا شوقي كمان احد النجمات. مبروك يا دانا طبعا البطوله والاداء المميز كالعاده بالنسبه لكم، بتحققوا بطولات وبتعملوا ارقام قياسيه كبيره جدا، ده ازاي بتقدروا توصلوا للمرحله والمستوى المميز ده مع الكابتن حمدي الصبري؟ احنا طبعا الحمد لله بعد خساره افريقيا السنه اللي فاتت ادينا حافز ان احنا نحقق رباعيه السنه دي. كابتن حمدي صافي وكل الجهاز الحمد لله كانوا بيساعدونا جدا بالتمارين والتوجيهات اللي هم بيدوها لنا. قدرنا الحمد لله ان احنا نخلص السيزون بشكل يليق بالنادي الاهلي. نشكر طبعا كل الناس اللي ساعدتنا والجمهور اللي كان بيساعدنا دايما في طول السيزون. بس شكرا. قوليلي انت لعيبه من لعبات الشابات وعندكم لعيبه خبره موجوده، الكابتن حمدي بيتعامل مع ازاي مع الجيل اللي طالع ومع الناشئين اللي طالع، وازاي قادر ان هو يدخلكم كلكم في مود واحد مع بعض؟ هو كابتن حمدي طبعا بيحاول يدينا الثقه الكافيه ان احنا لما ننزل نشيله في الملعب. ابتداها معايا من السنه اللي فاتت، وبيحاول ان هو يعني يدينا كل الخبرات اللي هو بيديها للاساسي بتوع الملعب. وان شاء الله في المستقبل نقدر نشيل اسم النادي الاهلي. شكرا.